فقرة التغذية اليوم ربما مشربش رح تحدثنا عن تغذية الأطفال بين 4 إلى 6 سنين عمر يعني مهم جدا وحساس بعتقد. صباح الخير ربا. اهلا هيثم. صباح الخير كمان مره رندا كمان. صباح الخير وبنرحب بربا، دائما عندها هيك معلومات كثير حلوه وكثير علميه، وقد ايه احنا كمان عم نستفيد من هالمعلومات بصير اكثر في وعي للغذاء واهميته. صح. هلا احنا ليه عم نحكي على الفئه العمريه بالتحديد 4 إلى 6 سنين؟ هلا عاده احنا بالتغذيه مثلا منصنف في الاطفال اقل من سنه، بعدين بحلقه سابقه حكينا عن الاطفال من عمر سنه لثلاث سنين لانهم تقريبا نفس الاحتياجات من المعادن والفيتامينات، يعني بنحطهم بنفس الفئة. والفئة الثانية بتيجي اللي هو من عمر 4 إلى 6 سنين 8 سنين تقريبا كمان هاي نفس الفئة العمرية ونفس الاحتياجات من ناحية كمية الكالسيوم والفيتامين دي اللي هم بحاجة لإلها، لأنه ودائما الأهل على هاي الفئة دائما بيسأل، يعني دائما بيسألوا من 1 لـ 3 بعدين بقول لك من 4 لـ 6. وفي كتير يعني حاولت أجمع أسئلة كتير من الناس بيسألونا بالعيادات، مرات تسألونا كتير أشخاص على صفحة رؤية أو صفحاتنا كمان كتير بيجينا استفسارات عن تغذية الأطفال. كتير حلو، راح نحاول نجاوب قد ما بنقدر. إذا إحنا إجاباتنا اليوم لأسئلة كتير تكررت من اللي بيشاهدوا واللي بيتابعوا ربا واللي بتهمهم صحة أطفالهم، وأكيد بتقدروا تتواصلوا معنا عبر فيسبوك. هلأ كمان شوي راح تنزل صورة لربا وهيدا راح يكون موجود عشان ياخد استفساراتكم. نبدأ أول ربا، تقريبا كم من سعرة حرارية عم نفكر لها الأطفال؟ هلأ بنقدر نقسم الأطفال لثلاث أشياء، يعني في الأطفال اللي مش حركين يعني بتلاقيه ما بتحرك قاعد بالبيت، مثلا في أطفال مثلا بعمر الثلاث سنين لسه 4 سنين بكونوا قبل ما بروحوا على المدرسة بعدين بيبدوا يروحوا على المدرسة، فتقريبا من 1000 لـ 1400 سعرة حرارية. إذا الطفل خاصة البنات إذا مش كتير بتحركوا كذا بنحكي 1000، إذا بتتحرك في أطفال في أهالي كمان أنا كتير بحب هذا الوعي إنه بيفكروا يسجلوا أطفالهم بأي نشاط حركي، لأنه في كتير مرات بدربوا باسكت بدربوا كتير حلو هذا الإشي، لأنه إحنا عم نعاني هلأ من سمنة الأطفال، حتى مرات عم نشوف للأسف رندا عم بيجينا مراهقين 12 14 سنة 15 سنة عم نلاقي مشاكل سكر مشاكل ضغط دهنيات، يعني سمنة الأطفال والمراهقين كتير منتشرة خاصة بالأردن. فحسب حركتهم فهم بيحتاجوا تقريبا من 1000 لـ 1400. إذا بدي أعطي مثال سريع على 1000 عشان الناس يعرفوا يعني 1000 1000 بما يعادل إذا بنحكي على فوق الأربع سنين بدهم 3 أكواب حليب أو حليب أو لبن أو جبنة ما يعادل ثلاثة تقريبا 4 لـ 5 حصص من النشويات، يعني مثلا إذا نص ساندوش صغير الصبح نص ساندوش صغير بالليل 6 معالق رز مثلا، أو إذا أكل إشي فيه نشويات بين البشار قطعة بسكوتي مثلا إشي صغير إذا أكلهم هاد بتشملها، 2 حبات فاكهة على الأقل وخضار بدنا نقسمها الصبح وعلى الوجبة الخضار المطبوخة وضل البروتين اللي عنا جاج لحمة ما يعادل إذا بدنا نحكي على صدر الجاج بكفيهم نص صدر جاج يعني نص. القطعة يعني قد هذا الحجم اللي هو 60 جرام من 30 ل 60. طبعا اذا اخذ بيضه الطفل الصبح بكفيه مثلا قطعه صغيره من زي حجم الشيش طبوق الدجاج، يعني ما نفكر هالكميات اللي كتير كبيره. هذا بالنسبه لل1000 سعره لانه البيض راح ياخذ من البروتين، يعني اخذ حصه تقريبا نص اللي هو لازم بالزبط. ياخذها بالضبط كثير منيح. طيب هلا بدنا نيجي قلنا قديش لازم ياخذ حليب الحديد. حاجه جسمهم للحديد ايش بيقدر ياخذ؟ هلا الطفل بهذا العمر بيحتاج تقريبا 10 ملي جرام من الحديد يوميا. 10 ملي جرام. هلا شوي بنواجه مشكله هذا العمر انه في كتير اطفال ما بحبوا دجاج ولحمه او ممكن يكون كميه الحديد اللي عم بياخذوها كتير قليله. هلا اذا بدنا نحكي على قطعه لحمه او قطعه لحمه لانه فيها اكثر من الدجاج قد كفه الايد هاي تقريبا 70 جرام ل 90 جرام فيها تقريبا 5 ملي جرام من الحديد، يعني تقريبا اخذ نص احتياجاته. بيضه فيها 1 جرام من الحديد. اذا دخلنا خضار مثلا خاصه الورقيه اذا الطفل مش كتير بغلب ما بياكل دجاج ولحمه وكذا الخضار الورقيه كتير برضه فيها 1 لـ 2 جرام من الحديد مع انه امتصاصها اقل شوي بس فيها. البقوليات زي حمص فول فاصوليا حمراء اذا الطفل بحب ينقب هدول هاي الاشياء فيها تقريبا النص كوب عدس مثلا او بقوليات من 2 لـ 3 جرام من الحديد. 2 لـ 3 جرام من الميح يعني اذا دخلنا كاشو مكسرات هدول برضو فيهم نسبه من الحديد، يعني اذا عم نحكي على الحديد المصادر
النباتية. هي امتى بتيجي المشكلة؟ إذا الطفل بالمرة ما بياكل لا جاج ولا لحمة أو سمك، احنا ما عم نحكي على كميات كبيرة يعني، أو ما باكل بيض، هون الأم بدها تنتبه. ممكن الطفل إنه نعمل له فحص حديد نتأكد، وتحاول بالغذاء يعني في أشياء كمان نباتية بنقدر ندخلهم، يعني ممكن تعمل له شوربات عدس أكثر من مرة بالأسبوع، ممكن كعشاء إذا مش غدا، الحمص، الفول، البقوليات، هدول برضه ندخلهم كمصدر نباتي للحديد. اوكي، ويحطوا عليهم شوية ليمون. الليمون صح أكيد بيساعد على الامتصاص. صرفي معلومات. عندنا أسئلة هيثم؟ صراحة في كثير، في يعني أكثر من سؤال، في كثير ناس عم بيصبحوا عليكم. في وعد عليان سؤالها بالتحديد عن الحديد، موضوع الحديث هلا، إنه ابنها عنده نقص حديد وعمره تقريبا سنة ونص، وأماني عزة بتسأل إنه بنتها عمرها 4 سنين ما بتأكل نهائيا، إذا حاولت إنها تطعميها بعد معلقتين بتخرج الطعام. يعني هدول وسؤال عن السكر، أسماء صالح تسأل إنه كيف ممكن تحافظ على أطفالها من السكر. أوكي. هلا موضوع اللي إنه أجانا سؤال على السنة ونص، هم على السنة عادة يفضل الأطباء دائما بيعملوا فحص على مستوى الحديد نتأكد منه. الحديد بهاي المرحلة كتير مهمة، إحنا ما بدنا نعطي مكملات هيك زي ما بدنا، يعني لازم نعمل فحص ونشوف، لأنه كمان أي إشي زيادة بيأذي الأطفال. بس الحديد كتير مهم للنمو وللقدرة الذهنية والعقلية عند الأطفال، ونقصه بيأثر عليهم كتير، فبدنا نحسن الغذاء، هذا أول إشي لنعمله قد ما بنقدر. وتاني إشي إذا كان في حاجة مع الطبيب لازم، إذا في حاجة لمكملات. بس أنت هلأ حكيتي إنه شربات البقوليات مع ليمون بيزيد من امتصاصه. بالضبط. يعني مثلا لو كل يوم أكل شربة عدس مع ليمون قد بياخد حديد؟ إحنا قلنا نص كوب عدس فيها تقريبا 3 جرام، 2 ل 3 جرام من الحديد، هو احتياجاته 10. يعني إذا أكل مثلا شربة العدس عملناها على العشاء مثلا، بحب الطفل، كتير أولاد بحبوا شوربات خاصة اللي عندهم نقص، ومع ليمون زي ما قلتي. وإذا كان في شوية دجاج ولحمة على الغداء وبيضة مثلا، هاي مع أشياء خفيفة، خضروات مثلا فيها نسبة حديد، هاي برضو بيساعد. أنه مهم تعرف الكل بيفكر بأكيد نمو الذهني للأطفال، يعني بالزبط. هذا بيكون كتير مهم، وكتير مهم نعرف وين موجود، وين موجود الحديد. هلأ قبل ما أنتقل للسؤال الثاني، أنه بدنا نحكي عن الشاي. قبل الشاي حكيتي مرة معلومة، بما أنه إحنا عم نحكي عن نمو الذهن للأطفال، أنه تشيبس كتير ببلد الذهن. صح. بس صح. هيك بسرعة نرجع نذكر، لأنه عم نحكي عن النمو الذهني وأهمية الحديد للنمو الذهني. كتير بنبه، يعني أنا التشيبس يعتبر، التشيبس والبطاطا المقلية، إحنا حكينا في مادة اسمها الأكريلاميد. وهي مادة مسرطنة وموجودة في عدة أغذية خاصة المقلية، ولكن منظمة الصحة العالمية لما عملوا تقرير وين موجودة أكثر إشي، كان في المرتبة العالية جدا، يعني فوق يعني آلاف فيها الكمية، كان التشيبس والبطاطا المقلية. وتراكم هاي المادة غير إنه مسرطن بيأثر على القدرة الذهنية للأطفال، يعني بكتير بيقلل من نسبة الذكاء. أو إذا بدرسوا هلأ كبار بيأثر كمان، بيأثر طبعا. أنا ابني بدرس بقوله تاكلش بطاطا مقلية، تراكمها تراكمها خاصة على مدى فإحنا دائما أنا بحكي للأهل إنه ما يعني في الأهل مرات كنا نحكي الصبح إنه بيحزنوا إنه حرام، لا خليني أجيب، لا ما يكون أكل يومي، يعني عن جد يعني ما يكون أكل يومي. مرات الطفل إلا يصير بده، بس إذا مش موجود بالوعي بالبيت ممكن الواحد ينقرش على إحنا مرات تانية. يعني في أهل إنه لازم بالمدرسة يتودى، وأنا ياريت بالمدارس يمنعوا، يعني إن شاء الله يكون. أوكي. نيجي لشرب الحديد، الحديد قصدي الشاي. الشاي هاي من المرات بتصير إنه خلص الطفل كبر شوي، فبصير مع أهله بصيروا يشربوا شاي. أول إشي الشاي خاصة بهاي الفئة العمرية، إحنا بنخاف على مستوى الحديد في الدم. تاني إشي الشاي فيه مادة التانينز، بتعرفي بيأثر على امتصاص بعض المعادن، وبيأثر كمان بنخاف من موضوع هشاشة العظام، لأنه بنعرف إنه العظام تتكون بهاي المرحلة. فالأطفال أبدا ما يشربوا شاي، ما تعودوهم يعني شاي بحليب كمان، لا 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 ما لا أبدا، يعني ما بده، يعني لازم يأخذها قاعدة إنه أنا لساتني صغير، ولما يكبر كتير نهتم. طيب. هلا إذا بدهم يشربوا حليب وخايفين زيادة مثلا يزيد وزنه، بيقدروا يشربوا حليب قليل الدسم، خالي الدسم، شو بالنسبة لهاي الأمور؟ إحنا بالحلقة السابقة اللي حكينا من عمر سنة لست سنين، قلنا قبل سنتين ابدا خالي الدسم او قليل الدسم ما نحط. لا هلا اذا الطفل عنده زياده وزن او شوي معبي منعاني كلبوزه شوي، نقدر هون يعني بقدر احكي للامهات الشيء قليل الدسم بلاش خالي عشان ياخذ فوائد. اذا في عنده مشاكل بزياده الوزن ممكن نستخدم قليل الدسم، جبنه قليله الدسم. بس ما عم بحكي على المنتجات اللايت،
مش يعني لايت. ننتبه مثلا لانه في اشياء في مثلا حلو لايت او كذا ننتبه ما يكون محلم محليات صناعيه. بدنا نعرف شو اللايت يعني مثلا حليب قليل الدسم اي مين منزوع الدسم مش مصنع مش ايوه بس اخذ له حلويات لايت لا فيها مواد ضاره بالضبط قد حكينا عنها كثير حكينا عنها الصناعيه في لانه الشوكولاته الدايت اللي هم بيستخدموها لمرضى السكري حتى مكتوب عليها تنبيه انه لا يفضل الاطفال ولا يفضل استهلاكها بكميات كبيره لانها مسهله من المحل الصناعي غير تأثيره. احنا قلنا المحليات الصناعية في عليها علامة استفهام خاصة يعني احنا ككبار نستهلكها باعتدال بس للصغار لا يفضل نعرضهم بعمر كتير صغير لهالمواد المضافة بالضبط. في سؤال هيثم؟ صراحة في أسئلة كتير كبيرة بس معظمها أنا عم بطلع على الأسئلة بالمجمل عم تتعلق بأنه الأطفال يا بيأكلوا كتير وما بردوا بضلوا بدهم يأكلوا يا إما ما بيأكلوا بالمرة وبكون عندهم فقدان للشهية. أم شادي بتحكي أنه حفيدتها بتأكل كتير وما بترد بتصير تعيط لما ناخذ منها الاكل ما حسب ايش الاكل انه بتحب الرز كثير عم تحكي خلود بتسال انه بنتها عمرها 3 سنين بطلت تشرب حليب بالمره ما بتحب الحليب فشو الحل بالنسبه لك علاء بدران او علاء بدران بتسال انه او علاء بدران عفوا ابنه عمره 6 سنين بيحكي انه نباتي ما بياكل غير رز ابيض وخبز حاف وبطاطا مقليه هدول الثلاث اصناف اللي بحبهم شو الحل معه. وكمان اذا ما بعرف نتذكر الاسئله نسرين تسال عن قوه الدم بنتها دمها 9.5 شوي وعمرها سنتين اوكي هلا بالنسبه لموضوع اللي بغلبوا الاكل ما في مشكله. هلا الطفل دائما بعمر سنه لثلاث سنين كثير مرات بيعانوا بنقوا انه بدهم نوع معين من الاكل وبس. هلا اول شيء نعمله الام او اي اهل ينتبهوا يشوفوا في عند الطبيب قدر يساعدهم يعني اذا بروحوا عند الطبيب يشوفوا الطول والوزن هل هو كان بمعدل الطبيعي ولا لا. إذا كان بالمعدل الطبيعي ما في داعي يقلقوا. إذا كان مش بالمعدل الطبيعي هلا بحكي شو نعمل. بس إذا كان بالمعدل الطبيعي وعندهم مشكلة إنهم بنقوا على نوع معين من الأكل هذا إشي كتير طبيعي عادي. وما في مشكلة إذا مثلا على الغداء أكل الدجاجة لحال الرز أكل يعني مش ضروري طبخة كاملة يعني ممكن نقسم إحنا الأم دا تكون شوي ذكية إنه مثلا إذا البيضة لحال بحب يأكلها بدون خبزة بعدين يرجع يأكل خبزة حاف يعني أنا بنتي من هذا النوع البيضة لحال الخبزة لحال ما في مشكلة مادام كل العناصر الغذائية بس موجودة يعني بتاكل خضار بتاكل مثلا من الفواكه شوي بتغلبني يعني انا بنتي بس مثلا بتحب التفاح اكثر شيء من الفواكه ما عندها مشكله بالخضره فهي اهم شيء ما نجبر الاطفال شوي بدها صبر وبهذا العمر كتير حلو ندخلهم معنا بالمطبخ كتير بيساعد كتير بيساعد بالشراء وبالمطبخ بس بدها شوية نفس طويل وخاصة ما بدنا نجبر الأولاد يأكلوا بهاي المرحلة لأنه الإجبار بيعطي نتائج عكسية وفي غلطة دائما بيعملوها الأهل بضلهم يحكوا عن الولد قدام الناس أو قدام بيزيد يعني بيصير إصرار أكتر وحالة نفسية أكتر فممكن نقسم الوجبات زي ما حكيت الكمية اللي بيأكلها الطفل تقريبا 3 معالق رز 4 وزياده كبار. يعني هلا غدا لما نقول ولد ما تغدى لما يكون قال تغدى ايش لازم اكل يعني مش اقل من 3 معالق رز بيعتبر كفايه وزياده وقطعه دجاجه قد الشيش طاووق اذا اكل واحده او تنتين وزياده وممكن حتى اذا ما بيحب الدجاج بحب اللحم المفرومه مش غلط احنا الشيء اللي بحبه دائما نحطه ومع الاكل الثاني نحط اشياء جديده للطفل ونضلنا نكمل نجربها مره ثانيه يعني مثلا طفل زي ما حكينا معلومه قبل ممكن 12 مرة تضلك تجربي لحد ما يتقبل إشي جديد أوكي. بس هي بدها صبر وبدها وما أحس أنه هم أضل أشكي منه يعني هذه كتير بالضبط وحلو دائما نحط الأشياء قدامهم يعني في أولاد ما بيقدروا يقعدوا هلا بدنا نحاول نحط هاي العادات الغذائية قد ما بنقدر إنه ناكل على الطاولة بس في أشياء إنه الطفل بحب تحطي له عدة أشياء قدامه وهو بنقرش أو بياكل على عد في هيك أطفال حلو وحبيت أنك تشتكيهم بالمطبخ بصير حاسس إنه هذا الشيء هو ساهم فيه بصير يتحمس يدوقه يعني بدي أقول لك ملاحظة شغلة مرات بلقمة خفيفة لما نصور مع أولاد تيجي الأم تقول لي مثلا إيش عاملة بقولها معكرونة مين ما بحب المعكرونة آخر الحلقة بكون ما كلها لأنه عملها يعني عرفتي فبس هي هاي كيف ندخلها حلو طب إيش بالنسبة للمكملات الغذائية؟ المكملات الغذائية مرات في حاجة حسب الطفل إذا الطفل أبداً تغذيته أو نموه كتير قليل نرتب مع الطبيب بس أهم إشي ما نخلط أنواع مع بعض يعني كالسيوم حديد مع بعض ممكن يأسرع امتصاص بعض بده يكون مع الطبيب ما في مشكلة إذا كان في حاجة مع الطبيب بيعطي والعصائر يومياً؟
العصائر قد ما بنقدر نحاول نخفف، والأطفال اللي بيصروا نحاول مثلا ما نعطي بكاسات كبيرة، نعطي بكاسات صغيرة قد ما نقدر، ما يتعدى 100 ملي باليوم، 100 ل 120 أو نشيلهم العلب الصغار بالضبط، العلب الصغار أو العصير الطبيعي، وإذا قدرنا نغطرش وننسى ما في مشكلة، نعطيهم بداله إيش؟ مي، سوائل قد ما بنقدر. في سؤال كان كتير مهم، إنه واحدة من البنات ما بتشرب حليب، ما بتشرب حليب. هلا إذا بيقدر يروحوا لللبن بيقدر يعوض، بس إذا أبدا بدنا نروح على المصادر الثانية الغنية بالكالسيوم، في سردين إذا الأطفال بيحبوه طبعا، أو بقوليات، وإذا بالمرة وحسينا في مكملات بالأسواق إشي زي الحليب بس بكون مدعم بعدة أشياء بنكهات فانيلا أو كذا، الطبيب بيعرف عنه بيقدر يعطيهم إياه، وإذا بحاجة لمكملات الطبيب بيقدر يعطيهم. تمام، شكرا ربا. شكراً رندا، حاولنا يعني قد ما بنقدر، لأنه بعرف يعني هذا الموضوع كتير بيجي عليه أسئلة كتير، ومنلاحظ كمان من تجاوب الناس كل حدا بهمه صحة أولاده، يعني أهم شيء بالدنيا الواحد أولاده، فمتمنى الصحة والغذاء الكويس للجميع. شكراً ربا. شكراً رندا. نعم شكراً، يعطيك العافية ربا، ويعني الحمد لله جاوبنا معظم الأسئلة أو المحاور الأسئلة اللي السيدات اللي سألوها على الفيسبوك، وإن شاء الله بركي فقرات تانية بتكملي لنا. أكيد، شكراً.